إن شاء الله في هذه الحلقة سنتعرف على ميكرووات كوامبوت. ففي الحقيقة هي محفظة صغيرة جدا رائعة لربح الكثير من العملات، ويمكنك أن تقوم بتحويل أي عملة إلى عملة أخرى. فإن شاء الله سنتطرق إلى جميع خصائص هذا الموقع، وسأريكم كيفية التعدين عليه وكيفية التعدين على المواقع. فقط تابعوا معي. فرابط تسجيل لمن ليس لديه، أو فقط اكتب على جوجل كوامبوت أو عرض هو الرابط أسفل الفيديو. تضغط على ريجستر، الايميل، باسورد، ثم تذهب الى الايميل، تقوم تجد رساله تقوم بتاكيدها. فبعد ذلك تاكيد تاتي الى تسجيل الدخول، تضغط على تسجيل الدخول. فكما تلاحظون معي هنا تجد هذه الواجهه على هذا الشكل. فمثلا هنا بيتكوين كور، البيتكوين الام، البيتكوين كاش، دوكوين، ليتكوين، داش. نعم، الى حدود ساعه رائعه جدا. فاول شيء كيف نقوم بربح بعض الساتوشيات وبعض من الدوكوين والليتكوين والداش. فستجدون رابط هذا الموقع ان شاء الله اسفل الفيديو. فبعدما ان تقوموا بالدخول الى هذا الموقع، كما تلاحظون هنا ستجدون مون بيتكوين، فهو الموقع الاول. فانت اذا كنت اول مرة تقوم بزيارة هذا الموقع، فتقوم باخذ هذا الايميل، نفس ايميل كوامبوت، ثم تقوم بتسجيل به في هذا الموقع. بعدها تضغط على كليم، تضغط على كليم، ثم مرة أخرى جنوسي باو غوبو، ثم سوبميت، ثم العدد الساتوشيات التي ربحتها من الموقع ستجدها مباشرة هنا في بيتكوين كور. فكذلك هنا الموقع الثاني وهو مونديكوين. فكما قلت لكم مباشرة أنا تقريبا قبل ساعة قد قمت بعمل كليم. فأنت تأتي إلى كليم، تضغط على كليم، جنوسي باو غوبو، لاغوت، طريق، تضغط على فاليدي. بعد تضغط على سبميت. فكما تلاحظون معي الان الذي يصير 18، اقوم بالتحديث، فلقد اصبح 0.41. فالان ننتقل الى الموقع الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، ثم السادس. فقط تقوم اول شيء بادخال الايميل، ثم بعدها يعطيك فرصه لربح هذه العملات. فالان لقد راينا كيفيه الربح من هذه من المواقع التي لديها كوبيراسيون مع كوامبوت. فالان نرى كيفيه تقوم بتعدين اي عمله من هذه العملات. فمثلا الداش، تاتي الى هنا ثم تضغط على مين داش، يفتح لنا هذه الخانه كما تلاحظون. فالان تترك الحاسوب لوحده يعمل، فكل 5 دقائق يعطيك أرباحك المستحقة هنا. كل 5 دقائق ستجد أنه تمت إضافة بعض من الساتوشيات. ثم تقوم بالنزول إلى الأسفل، تلقى هنا مينينج إيرنينج كم لديك. فهذه هي الطريقة الأولى لربح للتعدين. فمثلا إن كان لديك موقع، تأتي إلى إيرن مور، ثم تأخذ هذا الأيفرام تضعه في موقعك، والأشخاص الذين يقومون بزيارة موقعك وكأنهم يقومون بالتعدين على حاسوبهم باسمك أنت، أي الأرباح التي ستجنى من ذلك الحاسوب ستحول إليك أنت أو ذلك الهاتف. فالآن مثلا سيقول لي البعض منكم إن أردت السحب، فكما تلاحظون معي لدي 0.04 ليتكوين. إن أردت السحب أضغط هنا، ثم أضغط على ويتدرو، ثم هنا أختار المحفظة مثلا كون باز، أضغط على كون باز، تقوم بإدخال هنا كم تريد السحب، هنا الباسورد، هنا تقوم جنس في باون غوبو، تضغط على ويتدرو. فالآن أريكم إثبات الدفع من الموقع كوامباز كما تلاحظون. فأنا لقد تلقيت من الموقع كثير من المرات إثباتات الدفع منه. فأعتذر لأني لم أقوم بأي حلقة منذ زمن طويل، فإن شاء الله سأعود إليكم بقوة إن شاء الله. فكما تلاحظون لقد تم استقبال 0.01 ليتكوين من دو كوامبوت. هذا إثبات الدفع من الموقع. فشباب بهذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة. فلقد رأينا فهذا الرابط يده إن شاء الله أسفل الفيديو، رابط هذا الموقع الذي توجد فيه هذه الصنابير. ثم كما قلت لكم هنا للتعدين، وهنا إن كان لديك موقع ستضاعف أرباحك بكثرة، خصوصا إذا كانت لديك المشاهدات. فكل 5 دقائق يرسل لك عدد معين من أي عملة قمت بتعدينها.
فإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، فأتمنى تكون قد نالت إعجابكم، فشباب ادعموني بالضغط على زر لايك والاشتراك، فأعدكم بحلقات إن شاء الله قادمة حول الكثير من المواقع. دمتم في رعاية الله.